الثورة هزمت. الثورة هزمت، ما هو احنا هننصب على بعض، ما هو جزء من الأزمة التي نمر بها ان احنا نقول انه الثورة ما انتصر، يعني احنا انتصرنا. احنا انتصرنا ازاي اساسا وقائد الانقلاب العسكري يعني اطاح بالمسار الديمقراطي الذي انشأته ثورة يناير؟ انتصر ازاي الثورة والناس اللي شاركوا الثورة داخل السجون؟ لماذا لا يستطيع الكثيرون استاذ سليم يعني التجرؤ يعني بنطق هذه الجملة الثورة هزمت؟ لماذا يرفض هذا القول، ولماذا أنت تقول الآن هذه الكلمة؟ شوف أنا بقوله لأنه تقرير واقع، وبقوله لأنه شايف أنه علشان خاطر نستطيع أن نأخذ خطوة إلى الأمام أن نقر بهذا الأمر الواقع أن الثورة هدمت، وبالتالي علينا أن ننتصر لهذه الثورة. وهي الثورة ما فيش ثورة أساسا، يعني كان خطأ وكان حماقة وكان طيبة قلب أن نتصور أنه مبارك أعلن التنحن والمسألة خلصت لله انتهت وكل واحد يتصرف بالطريقة التي يريد وانحيادا إلى الفكرة التي يريد، وإحنا خلاص عما شلنا مبارك وانتصرت. يعني ما فيش ثورات في الدنيا حصلت فيها هذا الانتصار السريع. أستطيع أن أفهم كلامك، لكن لسه أنت أمامك جولة. أنت أمامك مش جولة واحدة، أنت قدامك جولات، لأنك أقصد في نهاية هزمت في جولة. نعم في جولات مش جولة واحدة، لكن في نهاية الأمر ينبغي أن تقر بأنه اللي أنت الله هو هي لما يطلع الناس اللي هم طلعوا يوم 30 يناير وفي ناس منهم شاركوا معاك في الثوره وشافوا المصابين وشافوا الموتى في 25 و28 يناير ماشي، ويقول لك احنا اللي بيننا وبين الحزب الوطني ما فيش بيننا وبينه مشاكل، ويطلع مع بتوع الحزب الوطني ماشي، ما هو ده معناه ايه؟ مهما كانت الهزيمه من يومها، يعني الهزيمه من 30 يونيو ده، واحنا يعني بنقعد احيانا يعني عشان خاطر نمارس النفاق السياسي نقعد نقول اصل لا 30 يونيو حاجه و3 يوليو، ما هو ايه اللي خلى الكارثه 3 يوليو الا 30 يونيو؟ ينبغي انه الناس توقن انه اللي جرى ده ما كانش ينبغي ان يحدث، وانه الثوره قد هزمت. البعض صعبان عليه يقولها ماشي، فانه الثوره هزمت لكي نبدا من جديد في مرحله انه احنا اذا هو تقرير بالواقع لكي يعني نقر باننا هزمنا في جوله حسب ما تقول الاستاذ سليم، واننا علينا ان ننتصر في جولات اخرى قادمه. شكرا جزيلا لك.